بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة بمناسبة تعيين سموه وليا للعهد. أعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله في البرقية عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، داعيا المولى جل شأنه أن يوفق سموه لخدمة وطنه وتحقيق كل ما يتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.